الدرس السابع، الدرس التاسع أقصد، تطبيق على التنوين والمد وحرفي اللين. طبعا حروف المد ثلاثة وحرفي اللين بيكونوا حرفين. الدرس العاشر السكون. إذا وصلنا لدرس السكون، هذا هو القسم الأول من الكتاب. الكتاب بالأساس جزئين، نسخة إلى الدرس العاشر فقط، وفي نسخة إلى الدرس السابع عشر. الدرس الحادي عشر تدريبات على السكون. الدرس الثاني عشر يكون خاص بالشدة، وهي آخر مهارة في هذا الكتاب. اللي يريد التسجيل معه احنا عادي، ما في أي مشكلة، يسجل الدرس، ما في أي مشكلة. الدرس الثاني عشر قلنا الشدة وهي آخر مهارة. ما بعد الشدة تدريبات على الشدة، الدرس الثالث عشر والرابع عشر الشدة والسكون. الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر بيكون تدريبات على الشدة والسكون وشدتين في كلمة وهكذا. الدرس السابع عشر هو نهاية هذا الكتاب. طيب، ما الفائدة من هذا الكتاب؟ الفائدة من هذا الكتاب إلمام الإنسان أو الدارس بأحكام التجويد كافة، يعني متواجد فيها أحكام التجويد كافة إلى الإشمام. طيب، هل الدراسة تحتاج إلى عمل مني أنا كدارس أو كطالب؟ نعم، لابد لك أن تتدرب. لا تأخذني، يعني الساعة اللي راح نقضيها مع بعض أو الوقت، كم يطلع نصيبك منه من ساعتين؟ 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة؟ مو كافيين. لازم أنت تجتهد وتشتغل على نفسك، والدروس الحمد لله متوفرة باليوتيوب، وأنا هوريكم الآن على اليوتيوب رائع. اختار قراءة معلم واسمع من الشيخ، خاصة إذا كان طفل صغير ممتاز له، يحسن قراءته، وإذا كان إنسان كبير. يعني أنا تعلمتها وأنا كبير، وغيري تعلمها وهو كبير. لأنها بالأول والأخير تهدف لقراءة القرآن بصورة جيدة. وكلنا ليس هناك خلاف على أننا نريد قراءة القرآن بصورة صحيحة. هل في أحد عنده سؤال أو أي شيء قبل ما أبدأ؟ طبعا بالنسبة لمواعيد الحصص، الأحد والثلاثاء والخميس كما أعلن، الساعة من 5 إلى 7، من 5 إلى 7 بتوقيت اللي خارج السعودية يراعي الوقت، يشوف عنده مثلا يناسب كم يعني ظروفه إن شاء الله معنا، ولعل إن شاء الله تكون ميسرة للجميع. أنا الآن هحط لكم من اليوتيوب نفس طريقة الشيخ. أنا يهمني قراءة الشيخ، لما أقرأ لك مثله، يعني مثلا أنا لو قلت سين، واحد قال ساء، لا هو يمكن ساء صحيح عليك، بس أنا هنا بهذا الدرس قراءة كما هي، أريد القراءة كما هي. واضح؟ كما نقرأ خلال الدرس. فالدرس يعني الكتاب أفضل، يتوفر معك الكتاب. إن توفر معك الكتاب هيكون واضح وحروفه واضحة. إن لم تستطع، زي ما سبق أشرت، هنروح للتطبيق وهنروح لليوتيوب. نعم خالد، عندك سؤال؟ اتفضل، افتح المايك السلام اتفضل عليكم، يا خالد. الصوت واضح؟ إيه واضح، اتفضل. يا شيخ الله يحفظك، القواعد اللي راح نتعلمها في هذا الكتاب إن شاء الله، هل هي تشمل كل القراءات ولا قراءة ورش فقط؟ لا، حفظ، قراءة حفظ أتوقع، يعني هي حفظ، لأن الشائع هنا بالسعودية قراءة حفظ. واضح؟ طيب الله يحفظك يا شيخ، شكرا. الله يبارك فيك، حياك الله يا أخي. طيب، الآن طلع لكم الدرس الأول، حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء،
جيم حاء كل حرف قراءته مكتوبة جنبه. هذا ما أريده أنا، قراءة نفس الحرف اللي بجنبه. واضح قراءة الشيخ؟ دال ذال ر ض عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا ألف باء خاء دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو همزة يا يا ألف الرجاء أغلق الصوت يا عمر أو عمر. السلام عليكم. الآن يا شباب اتضح لكم الدرس الأول هو مجرد قراءة هذه الحروف، الحروف بشكل مبسط. هستمع لبعض القراءات، بعض الناس وليس الكل. نبدأ بخالد، تفضل يا شيخ خالد. سم يا شيخ، تفضل اقرأ الله يصلحك. طيب ألف باء تاء باء. أنت قلت باء، لو لاحظت مكتوب على الشاشة باء كأنك تقول باسل. جميل. لا تقول الهمزة الأخيرة، هذه من الحروف اللي ما فيها همزة بالأخير اتركها، يعني شيل الهمزة باء تاء. معلش يعني أنا قطعة بس عشان يستفيد الجميع. تفضل. الله يعطيك عافية. الله يعافيك. تفضل. ألف سلام تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء
جاء سين شين صاد ضاد. نعم. طا ذا با ذا ضا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. واحد هيسأل ليش الياء مكتوبة بهذا الشكل وهكذا؟ لأن في القرآن أحيانا تكتب الياء هكذا على بعض الآيات أو كذا، فهي توضيح النهاية. من يقرأ غير الشيخ خالد؟ أنا ذهب. أنا أستاذ فيصل. أنا أقرأ. تفضل يا فيصل. احنا ناخذ البعض لو سمحتم، يعني ناخذ البعض. تفضل يا فيصل. أنا ذهب. تفضل. تفضل يا فيصل الزهراني، تفضل. استاذ جيب الحروف على الشاشة. بداية الحروف، معلش. تفضل. باء تاء تاء. خطأ. لحظة ما نقول باء. باء باء. نعم. تاء تاء جيم حاء خاء دال دال راء. زاء سين شين صاد ضاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. السلام عليكم ورحمة الله. أنا سعيد. أنا أستاذ. ممكن أقرأ يا شيخ؟ ممكن أقرأ. ممكن أقرأ. أنا سعيد. أقرأ. أنا ممكن أقرأ يا شيخي؟ تسمعني؟ أنا سعد. تفضل محمد أيمن وبعد محمد أيمن، تفضل. أنا سعد. ألف باء باء. تفضل محمد أيمن. نعم. ألف باء 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 جيم باء 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 ب سنت. من يقرأ؟ ممكن شيخ. أنا محمد علي. ممكن أقرأ. أنا محمد. طيب أنا وعدت. أنا محمد. أنا سواتي. أنا أقرأ. أستاذ أنا. يلا يا فهد. أستاذ أقرأ. تفضل أقرأ. ألف باء تاء تاء جيم
الشاشة. وين؟ يا أستاذ أنا إذا أنا أبغى أقرأ. أسابيع لو احتاج إلى شهرين ما عندي أي مشكلة، بس أعطونا فرصة أديرة الحلقة كما نريد. اللي قرأ لابد أن يكون عندك أو ما قرأ أنت معك، وهديك الفرصة حتى لو ما قرأت تقدر ترسل لي بالواتس أو بكرة خليك تعيد عادي ما في أي مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أنس. أنا ميشال محمود أقرأ. أنس، ما قلت أنس؟ قريب با تا تا جيم حا خا دال دال را زا سين شين صاد ضاد طا ضا عين غين باء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا 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 شكرا يا محمود. السلام ولي الله ولي الله لكم. أنا مش محمود كده. أكيد يا غلاوة أستاذ. أنا مش محمود توري أبوي كم تلاقيني على الواتس. أقوله ممكن أقرأ أستاذ؟ أنا ميشال محمود كيلا. يا شيخ أنا اسمي يحيى، ممكن أقرأ؟ مشعل وبعدك يحيى. حاضر، كله يقرأ يا شباب، لحظات بس. تفضل يا أستاذ. أنا بقرأ. تفضل مشعل. وأنا عايز برضو أقرأ. ممكن أنا ألف باء تاء ثاء جيم حاء قاء دال زاد لا زا سين جيم صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف نام ميم نون واو ها حمزة يا كيف ممكن أقرأ؟ أبشر يلا أقرأ. ألف باء تاء ثاء ميم حاء قاف دال زاي سين صا
فاض ضاد أدنى أبناء أبناء أدنى ضاد ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم أنت محمد علي. نعم. ممكن أقرأ أستاذ؟ ممكن أقرأ. ممكن أقرأ أستاذ عادي أقرأ. محمد علي. أقرأ. محمد علي تفضل. الدكتور استني لسه ما سمعتش. محمد علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اقرا يا محمد علي. حاضر. الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد ضاد ضاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو يا واو همزة يا هاي الصلاتي هاي الصلاتي الشاشة ما تقرأ من راسي. يا شيخ ممكن أقرأ؟ الشاشة مو واضحة. يا شيخ ممكن أقرأ؟ عندك يعني شيخ ممكن اقرا استاذ ممكن اقرا شيخي ممكن اعمل من الاول واحد بيقرا بسم الاول الرحمن الرحيم الف باء تاء ثاء جيم حاء ظاء دال زال را زاي سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة يا يا استاذ عادي اسمع خالص انا استاذ 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 اقرا استاذ اقرا خالص الثواني انا اقرا خالص الثواني شيخ انا ممكن اقرا انا يلا يا يحيى الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين هل ممكن اقرا مع بعد يحيى ط ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة يا
يا أستاذ أنا يزن ممكن أقرأ؟ أستاذ أنا سامي. يزن أقرأ يا يزن. أستاذ ممكن أقرأ بعد يزن لأني ما قرأت. حاضر يلا يزن. باء تاء قطع يا يزن ما نقول باء تاء باء تاء با تا تا لا يم ها ط دال لال را زا ين شين صاد ضاد طا ظا ظا عين غين عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. أستاذ أنا سامي. أنا عمرو بقرأ. أنا عمرو أستاذ أنا دليل قحطاني أبي أقرأ. أنا أستاذ عادي أقرأ بعد إياس. إياس عشاني أنا ما قريت. أنا دليل القحطاني. طيب اقرأ يا إلياس. أستاذ أنا عمرو أبغى أقرأ. حاضر كلها يا ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال واء زاء سين شين صاد ضاد عين غين كاف لام نون واو هاء همزة ياء ياء. أستاذ أنا عمرو محمد بقرأ. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون حاء واو همزة ياء ياء. سامي أستاذ أنا سامي. تفضل يا سام. تفضل يا سام. أنا سامي. أستاذنا. أنا ما سمعت. أنا بس الأول. حاضر. حشوف. أنا أستاذ حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال واء زاء سين شين صاد ضاد ظاء صا عين غين تاء تاء قاف كاف لام ميم نون واو يا
استاذ انا بدي اجرب. انا عمرو محمد بقرا، انا عمرو محمد بقرا. استاذ عبد العزيز، انا عمرو بعد عبد العزيز. انا حمزه عمرو بعد عبد العزيز. استاذ انا اللي رفع يده تقدر ترفع يدك من خلال التطبيق. انا اشوف اللي رافع يده واخليه يقرا. انا يا استاذ انا رفعت ايدي. درس مدته ساعتين. انا عمرو محمد بقرا. تفضل يا عمرو. تفضل يا شيخ عمرو. الف تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذا سين شين صاد صاد واء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء لام ميم نون هاء واو هاء واو همزة ياء ياء يا استاذ انا ابي اقرا بعد عمر. انا انا حمد انا كنت بدي اقرا دوري بصير لا انا خايف ممكن اقرا انا خايف اقرا معلم استاذ انا نوري قحطاني ما قدرت استاذ انا نوري قحطاني ما قدرت انا قرات لحد هلا طولت تفضل يا نور دوري حاضر 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 ألف تفضل يا نور ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو همزة ياء ياء. أنا خالد أنا خالد من كنا أقرأ استاذ انا حاسم انا يا خلاص خلينا ناخذ بنات دانا يلا ناخذ دانا تفضل يا دانا جا الف باء تاء تاء ميم ح خ د س ق د 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 ها فيروز نعم طيب انا حاسم انا بدي اسمع طيب انا بدي اسمع انا بدي اسمع اسمح لي انا اول شيء اسمح لك اسمع لا تفضل ايش ترى من بيقرا لا استاذ انا تالا اخ حاسم يلا انا فهمت
فالح يا استاذ. ما سمحت استاذ. انا يا شيخ أنا فالح أقرأ. اقرأ. دال ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين فين. زاي. شوف جنبها تلقى مكتوب زا 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 فين فين صاد با 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 طا با عين قين باء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا. أستاذ أنا كمان ممكن أقرأ؟ يا شيخ ممكن أقرأ؟ يا شباب أنا اللي أختار الأسماء. تميم وبعد خيال. تميم وبعد خيال يلا. كتب يا شباب. أنا الصوت. استاذ كم باقي عن الحصة تخلص استاذ؟ باقي ساعة تقريبا. ساعة يعني كلكم هتقرأوا ما يكون معنا وقت إن شاء الله. يلا يا تميم. تميم تميم والباقي اسمع. إيش يعني استاذ؟ استاذ عيد. أيوة عيد من البداية تميم. ألف باء تا تا دي ها قا دال دال را زا سين سين صاد صاد. ممكن أجيب الحروف الباقية؟ أبش هذا ها اللي يقرا يطلع. اي عادي اللي يقرا يطلع عادي. استاذ عادي انا اقرا. اللي قرا يطلع عادي. ضاء كم يا تميم؟ محمد المدرب. حافظ الحكي الحور ال طيب شوف تميم. يا استاذ ليه ما هو قدامك جيم ممكن تفتح خاء د اللي فاتح يا شباب الصوت وما يقرا يا ريت يسكر المايك لو سمحتم. المايك مقفول. تميم كمل يا تميم. طيب خيال يلا يا خيال. خيال الخطيب. انا خالد. انا خالد نسمع. خيال الخطيب. محمد ممكن اقرا؟ حاضر يا محمد. بعد خيال انت يا محمد. خيال الخطيب. ها استاذ اقرا يا حبيبي. الف الف باء تاء خيال شوي 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 شوي. ألف باء ألف باء لا تحط همزة خيال. باء كده باء ألف ألف باء باء جيم ها انا سؤال
خيال خلصت يا خيال؟ اسمي خالد. خلصت ايه؟ طيب شكرا لك مصطفى. يلا يا مصطفى. مصطفى تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. أكمل. عين ض ص ط ظ عين غين فاء ق ك كاف قاف كاف لام ميم نون هاء واو هاء همزة ياء ياء. أنا أحمد ماهر ممكن أقرأ. حمزة عشر في مجال ولا أبو شمال. أنا حاكم من كنا سمع. حمزة علي. أنا أختار أنا. حمزة تفضل يا حمزة. تفضل يا انا حاضر استاذ. يلا معكم الف باء تاء س ج ح خ د ز ر ز م. ليس زاي. لو سمحت ما نقول زاي. ز ز الف باء تاء س ح خ د ز ر ز ز ز ز ش ش ق ض ط س ط ص ع غ ف ق ش ل م ن ن ح و ح ز ي. يا شيخ اقرا. انا اسمي حمزه. استنى يا حمزه. حمزه تفضل. الف باء ف ج ح ق د ل ر ز س ش صاد ض ق ظ عين غين لا تقول طه ظ طا ظ طا
ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة يا محمد أستاذ. تفضل يا محمد. أنا خالد منك أنا أسمع. خالد منك أنا أسمع. خالد أبو شمال. خالد أبو شمالة. طيب يا خالد لحظة. أنا مؤيد بقرة. تفضل يا خالد. يلا. خالد. يلا خالد. يلا قول. ألف باء تاء باء ييم حاء خاء دال زاد راء زاء سين شين صاد ضاد طا ضا عين عين غين باء عين غين عين غين يا بطل عين غين عين غين باء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا فيصل مات أنا مؤيد أنا خالد منك أنا خالد منك أنا خالد منك أنا خالد منك فيصل مات فيصل مات فيصل ماجد تسم السم ألف باء ألف باء تاء شاء جيم حاء قاف دال أكمل يا فيصل. أنا خالد ممكن أسمع يعني كل واحد أستاذ عادي أنا خالد ممكن أسمع ما خلص زميلكم الآن أنا قفلت الصوت عليكم جميعا. رجاء النظام أنا مكتوب الأسامي قدامي كل واحد أشوفه اللي أمامي من الاسم الأمامي وهقول اسمه. إذا نهاية الحصة ما قرأت يقول لي ما قرأت خليك تقرأ. لكن هكذا ما يصلح، هذه ما بطريقة الدرس. اللي أقول اسمه بس لو سمحتوا. أنا شايف اللي رافع إيده معناه أنه مستعد للقراءة. حاسن تفضل. حاسن وتالا. حاسن. نعم استاذ. اقرا او اقراي. طيب ألف باء تاء ثاء
جيم حاء خاء دال ذال راء زاء زاء سين سين شين صاد طاء ضاد طاء ليس الطاء طاد طاد طاء طاء صاد طاء ضاد ضاد طاء ضاء طاء ضاء عين غين فاء قال قاف كاف لام ميم نون نون واو ها همزة يا يا شكرا ميا حمزة عادي استاذ حمزة انت قرأت قبل ما قرأت انا قرأ مرة خلاص وشمالة انا اختار اسماء من امامي استاذ عادي خلي اختي تقرا استاذ عادي خلي اختي تقرا ايه تفضل يلا يا تالا الف با تاء جيم حاء خاء دال دال را دا سا شين صاد ضاد طا 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 ضا عين غين فاء وا قا كا لا م نون لام نون واو يا تالا كاف كاف مش كا كاف كاف لام كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا شكرا ميار ميار ومنال يلا ميار ومنال نعم ما كيف اقرأ الف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دال راء زاء سين شين صاد ضاء ضاد عين ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو يا همزة يا يا شكرا منال استاذ قصي منال اتفضل الف باء تاء جيم باء خاء جيم وين يا منال رحت اكملي طيب واضح شي صاد قاد طا عي عي طا عي عي كا فا قاف كاف لا ميم نون ها واو يا همزة يا 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 أستاذك عبد الرحمن صي أبو شمال أبو شمال سعيد أبو شمال يقول لي أقرأ ما بقار عمر الموجي تفضل عمر معاي أستاذ عمر موجود يا استاذ عمر الموجي انا تفضل يا شيخ عمر
أشهر يكتب با با عين ألف من بداية الألف نامي يستاذ الشاشة قدامي الطاء با بس أكمل القراءة يا أستاذ ولا على الشاشة لحظة يا شيخ عمر حاضر أجيب لك من البداية تفضل ألف ألف ب ت ف جيم ح خ دال ذل ر ز سين شين صاد ضاد عين طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا عزام المزيد تفضل يمكن خروج الاستاذ استاذ استاذ بس انت سؤال تفضل استاذ استاذ عزام هيقرا بس جاب السؤال مين اللي بيقرا السؤال جي انا فيصل خليه يخلص قراءه فيصل را زين سين شين صاد باد عن ضاد طا طا با عين غين تا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة ياء ياء شكرا نعم يا فيصل اللي كان ودي يسأل سؤال فيصل تفضل استاذ استاذ دي أختي تدخل الدورة خلها تدخل معنا ما في مشكلة إن شاء الله أستاذ اسم أختي ميلاف طيب خليها تدخل معنا بس لازم نراجع الإدارة نشوف كيف الوضع أستاذ رحمن أستاذ قصي أبو شمالة طلع عبد الرحمن أستاذ نعم أنا أستاذ قصي وسعيد وهادي يلا يلا اقرأي ألف با تا سا سا جيم حا خا دال ذال را سا شين صاد ضاد طا قا عين غين را قاف كاف لام ميم نون واو حا حمزة يا أستاذ أنا مؤيد تفضل يا مؤيد أستاذ أستاذ مؤيد تفضل ألف باء تاء تاء جيم في أكثر من جهاز فاتحين أكثر من جهاز جنب بعض ابعد لو أخوك جنبك أو واحد فاتح جنبك الجهاز ابعد عشان يتردد الصوت عندك خاء دال زال را زا سين شين صاد ضاد طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون ها واو ها همزة يا يا باقي عبد الرحمن استاذ عبد الرحمن عبد الرحمن تامة استاذ باقي أنا عبد الرحمن وبعدك محمد سعيد تفضل طيب بس ممكن ده الشاشة يهتز
حاضر. قصي الو قول قصي يا ابو شمال. قصي يا ابو شمال. ب ت ت م ب غ ذ ر ر ز ح ت ق ط ط ط ظ ع غ ف ق ك ل م م ن و و همزة يا 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 ابني القراءة كده ما نقول عين سعيد أبو شمالة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذاء راء زاء سين شين صاد ضاد 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 ضاء عين غين باء قاء كاف ميم ميم نون واو ها همزة يا يا منك أقرأ السلام عليكم معكم هذا بشمالة ألف باء تاشي واحد قرأت هذا أنا ما قرأت جيم خالد. أنا خالد أنا ما سمع همزة يا 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 أستاذ أنا ما سمعت أنا ما سعيد قرأت محمد سعيد يا شباب رجاء لا تكرر الأمور محمد سعيد اللي هم أنا خالد ما قرأت وأنت تقرأ خالد أنا ما قرأت ارفع يدك على البرنامج أكثر من كده ما أبي لو سمحت بعد كده أنا اليوم أسمح لكم عشان أول مرة بعد كده اللي سعيد خلال الدرس هطلعهم راح يكمل معك ايا كان من هو رجاء الالتزام وعدم الازعاج يكون اسمه اللي يقرا لو سمحت ويا ريت اللي داخل باسمه حب الله وحب القران او اي اسم اخر على راسنا القران وحب الله وحب القران ممتاز لكن احنا ودنا اسم طالب يعني اما اقول اسم الطالب اقول من تفضل اللي داخل باسمه حب الله وحب القران اقرا او اقرأي عبد العزيز قرأت يا عبد العزيز؟ لا استاذ عبد تفضل يا عبد العزيز ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دال راء زاي سين شين صاد ليست زاي يا ابو زاء 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 سين شين صاد ضاد راء زاء راء زاء أعد راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء محمد نذير محمد نذير السلام عليكم تفضل يا محمد اقرا ألف با تا تا جيم حا خا دل دل را سا سين
شين 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 صاد صاد قا فا تا عين عين نقول طا و طا و فا عين عين فا ا ف ل م ن ح همزة يا يا شكرا لك وليد محمد وليد محمود. أنا أحمد خليل طيب وليد محمود وليد محمود أستاذ أنا أحمد خليل وليد محمود اتفضل إيش قلت حاضر ألف با تا فا جيم حا فا دا ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاد عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء ألف همزة يا يا عبد الرحمن حسين عبد الرحمن حسين أيوة أستاذ تفضل اقرأ ألف باء تاء ليس باء تاء هكذا باء تاء باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را ذا سين شين صاد ضاد طا طاء ضاء عين غين فاء قا قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء شكرا يا استاذ انا عبد الرحمن استاذ يا يا ما في همزة بالاخير شيخ شيخ عبد الرحمن استاذ عبد الرحمن كله يقرا انا بختار بالاسماء بترتيب الاسماء عندي على الزوج طب ممكن اقرا انا ما قرات ولا مره احب الله احب القران احمد خليل ولا مين اقرا نعم استاذ يا بطل طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنا اسمي أحمد خليل. طيب بعد كده أدخل اكتب اسمك أحمد خليل أفضل لو سمحت. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء أحمد جين. أحمد. نعم. لا تقول باء. باء تاء باء تاء ثاء جيم تاء ثاء جيم حاء خاء دال
سين شين صاد د ب د ط ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو حاء همزة ياء ياء. أستاذ أنا بعدين أخويا. أستاذ أنا بعدين أخويا. يا شيخ. يا شيخ. نعم نعم خلي أخوك يقرأ يا أحمد. شيخ ممكن أقرأ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ أنا أخو أحمد. تفضل يا أخو أحمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذا سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو حاء همزة ياء ياء. استنى بعدين اخوي شيخ ممكن اقرا لو سمحت؟ انا اخويا يا استاذ عبد الرحمن. يا استاذ عبد الرحمن عبد الرحمن السلام عليكم. استنى محمد شيخ ممكن اقرا؟ طيب عبد الرحمن استاذ شيخ ممكن اقرا؟ انا صالح انا ما قرات ولا مره. تقرا يا جماعه الخطه كل واحد يقول اسمه شيخ غير كده. الدرس الاول حروف الهجاء المفرده. الف باء تاء جيم تاء جيم ها خ دال ذال شين را شين ذا شين سين شين صاد ضاد عين وا ضا عين غين ف قاف لام قاف لام ميم نون واو حمزة يا 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 حسان يا عبد الرحمن يا سادة عبد أقرأ. يلا عبد الرحمن أقرأ. شيخ ممكن أقرأ؟ ح جيم حاء خاء دال ذا راء ذا راء ذا سا شا فاد ضاد طا. لا لا عد من البداية. عد من البداية. ألف باء تاء ثاء جيم حاء. ابدأ من البداية مرة أخرى وركز. القراءة مثل ما هو مكتوب جنب الحرف. لو تلاحظ حرف مكتوب نطقه بجانبه لأن بعدين هتصير كده لخبطة. اقرأ. ألف باء تاء ثاء. ليست باء 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 هكذا. باء تاء باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذا سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. يا استاذ انا معاذ. شكرا لك. معاد لو سمعت انا ممكن اسمع يا شيخ. ممكن اسمع يا شيخ. استاذ انا معاذ برشا ممكن اسمع يا شيخ. معاذ تفضل يا معاذ. السلام عليكم يا شيخ. حبينا معاذ تفضل. انا عمر يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الاول
حروف الهجاء هجائي المفردة. ألف با تا تا ميم حا خا دال ذال را ذا سين سين قاد ضاد طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون حمزة يا 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 يا. شكرا. عفوا استاذ ممكن اقرا يا استاذ؟ ممكن اقرا انا يزيد رشي استاذ انا يزيد رشي. انا عندي ابغى اقرا لو سمحت يا شباب يطلع صوت امه عندنا ما تفضل يا يزيد. انا عمر ممكن اقرا هذا الاستاذ يزيد حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الاول حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين زا زا سين شين صاد ضاد طاء ضاد عين ضاد ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. عمر تفضل يا عمر. عمر رأفت. بسم الله الرحمن الرحيم. حروف الهجاء. ألف باء تاء س جيم حاء خاء دال ز راء زين شين زين زين راء زين سين شين صاء ضاء طاء ظاء. عمر القراءة ليست هكذا. اقرأ مثل ما يقرأ الشيخ. ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين سين صاد. ابدأ من البداية. ابدأ من البداية. ابدأ من البداية. ألف باء تاء س جيم حاء خاء خاء دال زال 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 راء زال سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين ظاء ظا 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 عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. واو نون واو نون واو نون واو همزة همزة. أنا عمرو ممكن أقرأ؟ يا يا شيخ لا نقرأ الحروف بترتيبها العادي، نقرأ على ترتيب الكتاب هنا. وهنا الواو قبل الهاء. يا أنا عمرو ممكن أقرأ؟ يا شيخ ممكن أقرأ؟ لا تعالي أقرأ بالعربية. حاضر يا شيخ. شيخ ممكن أقرأ؟ تاء جيم حاء خاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاء طاء ظاء عين غين لام ميم نون واو هاء ياء. همزة همزة ياء ياء. شكرا لك. الناصر اللي داخل باسم الناصر.
أستاذ أنا بسمع. يا شيخ لو سمحت يا شيخ ممكن أقرأ؟ أستاذ بدي أقرأ، بدي أقرأ يا شيخ. ممكن أقرأ عشان البطارية تفصل؟ طيب أقرأ. ألف با تا ثا جا جيم ح خ دال ذال را ذا سين شين صاد ضاد قا ظا عين غين تا قاف كاف لا مي نون ها واو يا يا. نعم يا أستاذ ممكن نسمع إنه سمعت. تفضل. أنا خالد. تسعد يا أقرأ ما قرأت. أنا خالد. تفضل يا خالد. السلام عليكم. ألف باء تاء ذا. اللي قرأ ممكن يقرأ. سين حاء خاء دال ذا راء ذا شين شين صاء ضاء ضاد 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 ط ض عين ط ط ظ ظ عين قين ف ك ك قاف لا كاف لا ميم نون ها يا واو يا همسة يا يا. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. استاذ عاد اقرأ. محمد سليم. بسم الله. استاذ عاد اقرأ. محمد سليم. بعد محمد سليم تفضل. مطلقة. ألف ألف ب ت ث ش ح ق ت س ل ل س س ش ص ط ط ط ص عين قين ف ق ك ل م نون و و و و و ه هم همسة يا يا أخويا هيثم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفرد. ألف ب ت ث ج. صالح لحظة لحظة. أنت كنت معنا العام الماضي صح؟ لا أي. أنت معنا العام الماضي، عام الماضي صح؟ أنت وقفت سليمان. أنا مسجل عبد العزيز وأفناه. أيوة أيوة أنت صالح عند أخوك سليمان كنت معنا العام الماضي في الدورة صح ولا أنا مخطئ؟ نعم أيوة. تفضل. دال دال را زا سين شين صاد ضاد ضاء ضاء عين غين فاء خاء كاء لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. شكرا يا صالح. استاذ عادي اقرأ. يا استاذ عادي استاذ عادي اقرأ. محمد محمد سليم. يا استاذ عادي اقرأ. محمد محمد سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الاول حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذا سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء تاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء يا يا. شكرا اختي. يا استاذ اقرا تفضل. انا سلوى. انا سلوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة. ألف با تا سا جيم حا خا دال زال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة ياء ياء. أنا جوانا بسمع. من؟ أنا بجوانا سمع. تفضل تفضل يا أول تفضل مش عارف تفضل ولا كده. ألف با تا تا جيم حا خا دال زال را زال سين شين صاد را صا صا عين غين زا عين غين عين غين عين عين غين ليست عين عين هذه عين لكن عين غين عين غين فا كا كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا. اليوم في مساعدات خارجية إن شاء الله، نتمنى بعد كده يكون الطفل هو اللي يقرأ أو الابن اللي يقرأ، يعني الأم تدرب الابن أو الوالد ونخلي الطفل هو اللي يعني حيث يعرف مستواه ويعرف وين أخطاؤه وهكذا، لكن لا بأس بالتسجيل. شكرا لكم. من اللي ما قرأ يا شباب؟ من ودي أقرأ؟ أستاذ أحمد. يلا يا بدر. أستاذ الناصر. بدر وبعدك الناصر. الناصر قلت اسمك قبله ما قرأ. يلا بعد بدر. يلا يا بدر وبعدك الناصر. ألف باء ثاء ثاء جيم حاء خاء ذال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. يلا ناصر. يلا أستاذ. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خال دال ذال راء زاء شين سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين واو فاء كاف قاف كاف لام ميم نون هاء واو يا حمزة يا يا. شكرا شيخانا. شيخانا تفضل. شيخ يوسف ما قرأ. أنا دانا. دانا أنا بسام. أستاذ يوسف اقرأ لي. يقول شيخانا اقرأ. يوسف فرغلي ما قرأ. حاضر يا يوسف. أنا لم قرأت. أنا بسام. أنا يالف من قرأت. أنا يا شيخ أستاذنا. لا تقول لي أنا. ما اسم اسمك إيش؟ اسمك إيش؟ عبد الرحمن ولا؟ نعم نعم نعم. تفضل يا عبد الرحمن. أنا مالك. أنا حاضر يا مالك. حاضر لحظات بس لحظات. الصبر يا شباب الصبر. يلا يا عبد الرحمن تفضل. ألف باء تاء ثاء جيم حاء حاء خاء دال
ذلك يا بني يا بني با تا تا فا تقول حاء حاء فرق في فرق في هنا همزه وهنا ما في همزه احنا ما ودينا همزه با قاعد من البدايه الف با تا الف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون همزة ياء ياء. شكرا لك. أستاذ أنا بسام. يلا اقرأ. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. لما ولا من؟ بسام. اقرأ يا حسان اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول الحروف الهجائية المفردة. ليست هجائية، الهجاء، حروف الهجاء المفردة. الحروف الهجائية ما في أل، حروف الهجاء المفردة. حروف الهجاء المفردة. بسم الله ألف با تا تا جيم ح خ دال ر زال ر ج ذا كسين شين صاد ضاد صا ظا عين غين فا قا كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا خيال أختك قرأت يا خيال. أستاذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي ماما قرأت. بدي أقرأ أنا أمسك. يلا ماما. شيخ نعم من اللي ما قرأ؟ شايف أنا يوسف. أنا هديل. الله يوسف. يوسف وبعده هديل. يوسف وبعده هديل. يلا يا يوسف. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا. يا أخي بده يقرأ يا شيخ يقرأ. يلا تفضل خلي يلا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف باء ث ج ح خ د ز ل ز س ش ص ض ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ح همزة يا يا. السلام عليكم. هذا أنا ملف مجرد. أنا هديل. اقرأ أنا هديل. يلا يا هديل اقرأ يا هديل.
الرحمن الرحيم. أستاذ أنا ميلاد بعد ماجي. حروف الإجاء مفردة. ألف با تا تا جيم حا خا دال دال را تا شين شين صاب صاب ضاب طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا. أستاذة ماما قرأت. أنا ما قرأتش. أنا ماما قرأت. يلا حنين 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 حامل سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زياد حمد مختار. يلا زياد اقرأ. جيم سا تا با أذي و زا زال تال خ جيم ها طيب تراجع وان شاء الله يكون افضل قراءتك افضل من كده. من اللي ما قرأ يا شباب؟ أنا يا مالك بدر. مالك تفضل يا مالك. ألف ب ت س ج ج ح خ دال ز ر زي ين شين ص ط ط ظ حي قي ف ق ك ل م لام وليست لا لام 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 ما ن و ي همزة ي هل أنا سمع؟ تفضل. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال زال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة يا يا. السلام ماما قرأ. احنا تقريبا يا شباب انتهى وقت الدرس. يطلع واللي ما قرأ وده يكمل شوية يقرأ عادي عادي نمد الدرس شوية بس اللي قرأ عادي يطلع خلاص خلص وقت الدرس. مين اللي ما قرأ؟ حمد الوهيبي. أنا قرأت. أنا تفضل يا محمد. محمد الوهيبي. الدرس الأول ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. أحمد يلا يا أحمد.
اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول الحروف الهجاء المفردة. ما في الحروف الهجاء المفردة. حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، ذا، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظ، عين، غين، طاء، ظ، ظ، ص، ظ، ظ، عين، غين، ف، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، همزة، واو، هاء، واو، هاء، همزة، يا، يا. شكرا. من اللي ما قرأ يا شباب؟ أستاذ أنا باسل. أنا باسل مع أحمد. أستاذ أنا حسن ما قرأت. أستاذ أنا ميلاه مجرات. أستاذ أنا باسل مع أحمد. يلا يا باسل. طيب لحظة خلوا باسل يقرأ. يلا يا باسل. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول الحروف الهجائية المفردة. ما في الحروف الهجاء المفردة. حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، الهجاء. حروف الهجاء المفردة. حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، ط، ظ، عين، ظ، ظ، ط، ظ، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، ياء، ياء. أستاذ الهمام. حاضر. أستاذ أنا لمى حسن ما قرأت. حاضر يا لمى. يلا يا لمى قرأ. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، زاي، راء، لا، سي، سي، فا، با، طا، وا، صاد، ضاد، صاد، ضاد، باب، باب، طا، باب، طا، وا، عين، غين، فا، كا، لام، مي، نون، ها، وا، ها، واو، يا، يا. ممتاز. في أحد موجود ما قرأ؟ أستاذ أنا لم أحسن ما قرأ. أنا قلت لما. اقرأ يا لما. طيب يا لما. يلا يا لما. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، تاء، جيم، أول حروف الهجاء المفردة: قاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، ياء، ياء. أستاذ أنا أقرأ. تفضل. أنا أقرأ. اسمي حبيب عبد الله عمار. يلا زياد. حبيب مختار. زياد. زياد. زياد قرأ. مين اللي ما قرأ طيب؟ أنا ما قرأت. اقرأ. أنا عمار. اقرأ يا عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، ألف، باء،
تاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال لا تحط همزة بعدها باء لا تقول باء تاء لا باء تاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين زاء سين شين صاد ضاد طاد ضاء طاد طاد طا ضا صاد ضاد طا ضا طاد صاد ما في شيء اسمه ض طاد طاد لا ضاد ضاء عين غين طاد طا ضا طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو هاء هم همزة يا يا شكرا من المقرة سلام يا ابن ملاف يلا ملاف ألف باء تاء استاذ تاء جيم حاء خاء دال راء تاء جيم سين صاد ياء خاء خاء ضاء عين عين ثاء قاء كاف لام ميم نون واو حاء همسة يا يا شكرا من اللي ما قرأ أستاذ أنا محمد البدر أنا ما قرأت محمد البدر محمد ولا عيشة أنا ما قرأت بدر حاضر محمد البدر تفضل محمد البدر الحروف استنى 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 الحروف الهجائية آ ب لا ت لا لا الدرس الأول حروف الهجاء المفردة ألف باء تاء كل حرف مكتوب نطقه جنبه يا بالأحمر الصغير شوف خاء دال دال زي كده هذه قراءة الدرس الأول حروف حروف الهجاء استنى ظهر شوف الشاشة ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دال را زا سين شين صاد ضاد طا ضا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو واو ها همزة يا يا شكرا بنيامين بنيامين محمد خالد تفضل أستاذ مشغولة يلا من اللي ما قرأ من اللي ما قرأ أنا يا شيخ ما اسمه
يامن العمري. تفضل يا شيخ يامن. نعم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء قاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو همزة ياء ياء. شكرا لك يا أيام. بنيامين لو تسمعني المايك عندك مور شغال، لازم تضغط على علامة على اليسار تحت عشان نقدر نسمعك وتتكلم معنا. مين اللي ما قرأ؟ واحد موجود ما قرأ؟ من؟ حنين؟ أنا حنين. تفضل يا حنين. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال زال راء زال سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا. من موجود وما قرأ؟ أنا سار. نعم أستاذ أنا وعلي قرني لي أودي أستاذ أنا وعلي قرني أقرأ. طب ألف باء تاء قرني إيش؟ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طه ضه عين ظاء عين غين كاف فاء فاء قاف كاف فاء قاف كاف واو همزة يا يا فا قاف كاف لام ميم أعتن أو أعتن زلمة فا قاف با قاف كاف لام ميم نون واو همزة ها واو ها همزة يا يا. شكرا. من موجود معنا وما قرأ؟ أنا أستاذ. أنا أستاذ رحمن الهذلي. تفضل. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء داء زاء راء زاء ليست دال ذال دال ذال سين شين صاد ضاد عين غين ع فاء قاف فاء قاء قاف speak with you ها word ع غ لا مي فاء قاف
فاء قاف كاف قاف كاف ميم لام لا. لام ميم لام ميم نون هاء وياء همزة. مو مضبوط القراءة، لازم تراجع على الدرس. مين اللي ما قرأ اللي قبل شوية يقول أنا أستاذ؟ أنا أستاذ. تفضل، ما اسمك؟ حسام. حسام. حسام ولا هشام؟ حسام. طيب يا حسام لو سمحت بعد كده اكتب اسمك باللغة. يا شباب كله يكتب اسمه باللغة العربية، أنا أعرف أقرأ إنجليزي بس أفضل يعني باللغة العربية. طيب أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الدرس الأول حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، ياء، ياء. شكرا. لا تكافي الساد. الله يعافيك. الساد أخوي بيسمى الساد. تفضل. خلوا يقول. أستاذ مشغولة. طيب طيب أستاذ أنا بقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زين، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، ياء، ياء. شكرا لك. خيال أختك خليها تقرأ. شو اسمك أخت خيال؟ اقرأ يلا يا بنت. سام أستاذ اقرأي. أخوي راح أصلي مع أبوي. طيب اقرأي من أحسنت قراءتي من اليوم، يلا اقرأي الحين. طيب ألف، باء، تاء، ثاء، باء، حاء، جاء، ما، ميم. ميم. طيب قولي بعدي. ألف، باء، تاء، ثاء، ثاء، باء، جيم، جيم، حاء، دال، دال، ذال، ذال، راء، زاء، ذال، سين، سين، شين، شين، صاد، قاد، صاد، ضاد، ضاد، راء، راء، طاء، 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 عين، عين، وين، وين، فاء، باء، قاف، قاف، كاف، كاف، لام، لام، ميم، ميم، نون، نون، واو، واو، هاء، هاء، همزة، همزة، ياء، ياء، ياء. أحسنت. ما اسمك؟ اسمي ميمي. طيب يا ميمي شكرا. من اللي ما قرأ يا شباب؟ أنا يا أستاذ ريان الهودلي. تفضل يا ريان. ألف، باء، تاء. ريان أنت معنا العام بالدورة صح؟ لا لا يا أستاذ. طيب تفضل. باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء،
ذا دا لو فات أكثر من جوال ابعد الجوال الثاني عنك أو أخوك أو واحد عندك. طيب طيب ذا دال را صبا را زا وين رحت؟ طيب. ايه استاذ انا هنا كم؟ را زا سين شين صا ضا طا طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا. شكرا. في أحد موجود ما قرأ ولا حضر؟ أحد موجود معنا وما قرأ؟ أستاذ مشغولة. طيب مشغولة خلاص اطلع يلا يستر عليك. طيب مين اللي ما قرأ؟ أستاذ اللي معاه في الغرفة أستاذ أخواني كلهم قرأوا. نعم أستاذ أخواني كلهم قرأوا. طيب في أحد موجود ما قرأ؟ نعم شيخنا شيخنا لم أقرأ أنا أيضا. تفضل. بسم الله والحمد لله حروف والصلاة والسلام على رسول الله. حروف الهجاء: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. شكرا لكم. عفوا. من اللي ما موجود وما قرأ؟ أنا أستاذ. اقرأ. أستاذ هو قرأ. اللي ما قرأ يقرأ يلا. أخوي قرأ. طيب أخوك قرأ خلاص. اللي ما قرأ أنا أقول اللي ما قرأ. طيب في احد موجود يا شباب ما قرا؟ طيب اشكركم وفي امان الله. لا نعم لا احد ما في احد عنده اي سؤال؟ اجل عندي. تفضل. لماذا لم نقرأ القرآن؟ لأن هذه الحلقة أو هذا الدورة خاصة بتعليم القاعدة النورانية. نتعلم القاعدة النورانية وبعد كده تطبع القرآن في حلقاتك الأساسية. واضح؟ أنا بس تدريس القاعدة النورانية.
واضح؟ واضح. في أمان الله. ها همزة يا